مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من 7 Day Sport. حلقة النهاردة دسمة جدا وفيها مفاجآت كتير، فمش عايز أطول على حضراتكم في المقدمة لأن النهاردة معانا أكتر من شيء مهم نتكلم فيه في 7 Day Sport، ويلا بينا نبدأ الحلقة على طول بالعناوين. الأهلي يهزم المحلة وينفرد بصدارة الدوري الممتاز. الكابتن الخطيب يتابع المراحل النهائية في فرع التجمع الخامس. هازارد يعلن اعتزاله دوليا. إقالة بيرهوب من منصبه في الاتحاد الألماني. وأخيرا ضيف حلقتنا النهاردة في حوار عبر زوم الكابتن نبيل معلول. وأكيد هيكون معانا مفاجآت تانية كتير خلال الحلقة النهاردة، لكن بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ونبدأ أخبارنا كالعادة من النادي الأهلي. الأهلي يهزم المحلة وينفرد بصدارة الدوري الممتاز. الأهلي امبارح حقق فوز مهم جدا بهدفين نظيفين على نادي غزل المحلة في مباراة ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز وأقيمت على ملعب غزل المحلة. طبعا عاد بيرستاو العائد إلى التشكيل الأساسي، سجل الهدف الأول وأضاف البرازيلي برونو سافيو اللي كان وشنا حلو عليه الهدف الثاني. الأهلي على صدارة الدوري طبعا كالعادة، وده النظام الحقيقي والدائم للدوري المصري برصيد 12 نقطة من 4 مباريات. العلامة الكاملة حقق فيها الأهلي الانتصار، فوز مهم للنادي الأهلي خارج أرضه. الدوري دايما بيكون مشوار طويل لازم تركز فيه على كل ماتش، إنك تكسب وتاخد الثلاث نقط ده شيء أساسي، لأن أنت نادي عينه دايما على المكسب، عينه دايما على الانتصارات. أنت مش بتشارك في الدوري خلاص، لا، أنت دايما عينك على إنك تكون بطل الدوري. النادي الأهلي بيشارك في كل البطولات وعينه على الفوز والانتصار بالبطولة مش بالماتش. عندنا دوري وكاس ودوري أبطال أفريقيا، وبالتالي كل فوز بيحققه هو فوز مهم في مشوار استعادة درع الدوري العام. طبعا زي ما حضراتكم شايفين معانا اللقاء كان حماسي جدا قوي. برونو سافيو وشنا كان حلو عليه قوي، يعني خد الجولة اللي فاتت أحسن لاعب في الجولة وهدف هوت في الجولة الثانية، يعني حاجة عظيمة جدا. بيرستاو فاجئنا ان هو عاد كانه في التشكيل الاساسي الفتره اللي فاتت. مارسيل كورا نفسه كان الحقيقه يعني ادار المباراه دي بكفاءه عاليه جدا، ما حسيناش ان في نقص في محمد طاهر، ما فرقش في الفرقه، البدايل زيهم زي اللي كانوا موجودين، الجهاز الفني على اعلى مستوى، هيئ اللعيبه نفسيا لمباراه قويه خارج الارض في ملعب غزل المحله، الملعب القوي جدا اللي دايما ما بيشهد مباريات قويه بين الاهلي وهذه الفرق، فرق المحله عموما، بلديه المحله او غزل المحله. الحقيقه ان كان اللقاء الشوط الاولاني كان في اداء فني عالي جدا جدا جدا، كان الفتره اللي فاتت كلها النادي الاهلي مستني ان هو يشوف الاداء ده، الاداء اللي احنا متعودين عليه من النادي الاهلي كعاده النادي الاهلي، ده العادي بتاعنا. يعني يمكن الدروب اللي حصل الموسم اللي فات لتلاحم المواسم ده ما كانش التقليدي بتاعنا، لكن التقليدي هو ده، تقليدي ماتش المحله، التقليدي ان انت تعمل ماتش خارج ارضك تفوز 2 وكان ممكن اكتر. الشوط الثاني عندك كان عندك فرص يعني يمكن اقل طبعا شويه من الشوط الاولاني كاداء، لكن ده طبيعي جدا، انت خدت اللي انت عايزه من مباراه الشوط الاول واديت اداء عالي جدا. نروح بعد كده للخبر التالي. الكابتن محمود الخطيب يتابع المراحل النهائيه في فرع التجمع الخامس. طبعا فرع القاهره الجديده او فرع التجمع الخامس هو فرع شهد فيه النادي الاهلي طفره انشائيه كبيره جدا. كابتن محمود الخطيب بيتابع كل كبيره وصغيره في الفرع ده، تقريبا يوم بعد يوم دايما بيبقى موجود، بيلاحظ كل حاجة، كل المتغيرات اللي بتتم في الفرع هو دايما شايفها. مجلس الإدارة بالكامل بيكون متواجد خلال أيام الأسبوع، سواء رئيس مجلس الإدارة كابتن محمود الخطيب اللي تقريبا شبه يوميا موجود. الحقيقة أن الفرع ده زي ما حضراتكم شايفين معانا كده على الشاشة بقى مستعد خلاص، يعني مسألة أيام تقريبا إن شاء الله. يعني الإنشاءات كلها على أعلى مستوى، الملاعب الرياضية، المباني الخاصة بالأكاديميات، أكاديمية الكرة والأكاديميات التانية، المباني الإدارية والاجتماعية، مناطق الألعاب الخاصة بالأطفال، كمان تقدر تقول إن الجوانب الختامية أو اللي هي خلاص التاتش الأخير يعني للافتتاح قرب جدا، النواحي الخدمية كلها ومنافع البيع خلاص بتجهز، كل حاجة، مناطق جلوس الأعضاء، كل تقدر تقول إن خلاص الفرع تقريبا شبه كامل. طبعا يعني زي ما حضراتكم عارفين إن الحاجات دي خاصة بمجلس الإدارة الحالي واللي كان موجود قبل كده من مجلس الإدارة السابق طبعا، والإدارة التنفيذية السابقة
والإدارة التنفيذية الحالية كله اشتغل على إن فرع التجمع ده يخرج بأحسن صورة، كله اشتغل إن أنت تبقى تطلع هوية النادي الأهلي في الفرع ده. الفرع ده تحديدا هيبقى ليه وضع خاص جدا 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 لأعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي، لأن هم شافوا تقريبا على قناة النادي الأهلي كل تطورات أول بأول. يعني ده بالنسبة لفرع التجمع الخامس. معنا لقاء مهم جدا لمراسلتنا هنا أبو القاسم مع المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي الأهلي، هنتابعه معكم. المستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي الأهلي المهندس سامح علي كامل، أهلا بيك. أهلا بيك منور أهل الشيخ زايد. تمام، في البدايه كابتن محمود النهارده دي كانت زياره ثانيه بعد زياره اهل التجمع الخامس. الكابتن محمود مهتم بكل الافرع، يعني اهل التجمع كان في زياره من يومين والنهارده زياره اهل الشيخ زايد، وطالعين دلوقتي اهل مدينه نصر بنتابع مشروعات هناك. بدا زياره كابتن محمود بيشوف المشروعات اللي تحت التنفيذ واللي قربت تخلص، يعرف معدلات سير العمل اخبارها ايه وهنسلم امتى، وطبعا هقول لك واحنا بنتكلم الملاحظات اللي قالها على المشاريع. اول مشروع كان مشروع المسجد هو مسجد على نفس مستوى اهل التجمع الخامس. هو موضوع مش موضوع مسجد فقط، ده مسجد بالمنطقه المحيطه بيه وربطه بالمرحله الاولى للنادي. كان تعليق كابتن محمود ان المعدلات محتاجين نزود شويه، وده هيتم التنبيه على الشركه المنفذه نزود المعدلات. هنفتح المسجد في اقرب وقت، وده في مسجد رئيسي زي ما كل فرع عندنا في مسجد رئيسي. اهل الشيخ زايد واعضاء الشيخ زايد يستحقوا ان يكون في مسجد رئيسي للنادي. خلصنا مسجد في الشيخ زايد، لفينا حوالين بقى سور النادي ورحنا منطقه جديده. المنطقه ديت هي منطقه الاكاديميه الكوره، فيها 2 ملعب كره قدم نجيل صناعي. الملعبين خلصوا بما اماكن دخولهم من داخل النادي، الاناره كامله على اعلى مستوى والنجيله معموله على اعلى مستوى طبقا للاتحاد الدولي. كابتن محمود طلب المنطقه اللي جنبيها اللي هي اماكن زار السيارات والبوابات، لان مش ممكن تفتحي الملاعب من غير ما يكون في اماكن انتظار. احنا خلصنا جزء كبير من اماكن الانتظار وخلصنا جزء كبير من البوابات. كابتن محمود طلب ان احنا في اسرع وقت، القصه اللي هي ماشيه يعني معدل بطيء سنه شويه، البنيه التحتيه انك بتربطي كل الكلام ده على المرحله الاولى، هي مش مجرد مناطق متفرقه بتروحيها، لا ده كل منطقه بتربطيها مع المرحله السابقه ليها، في الاخر هيبقى هو نادي واحد. الممر الدخول من النادي المرحله الاولى للملاعب تم التشجير بالكامل وانتهى من الممرات والطرق. كابتن محمود كان ليه بعض التعليقات على ارضيه الملعب اللي فيه الرابر كان زياده شويه، ده وعدنا ان احنا طبعا مع الاستخدام ومع حاجه اسمها التمشيط بنتغلب على هذا الكلام. واحنا في الملعب الكابتن بص كده بعيد على المبنى الاجتماعي. المبنى الاجتماعي مبنى على مسطح 1200 متر، شبيه بنفس مسطح مبنى اهل التجمع الخامس اللي صورناه في الحلقات اللي فاتت. المبنى هيكون على اعلى مستوى، نفس قصه المبنى. المنطقه المحيطه بيه حاليا هي اللي احنا شغالين فيها، البنيه التحتيه الخاصه بالمبنى لربط المبنى بالمرحله الاولى. خلصنا دخلنا بقى على غرف خلع ملابس الجيم السيدات، وده كان مطلب لاعضاء اهل الشيخ زايد وخصوصا جيم السيدات. ما كانش فيه مكان غرف تغيير ملابس، احنا عملنا غرف تغيير ملابس جديده نفس الروح ونفس مستوى التشطيب اللي احنا خدناه في الافرع في مدينه نصر والتجمع الخامس، نفس مستوى التشطيب تم على اعلى مستوى، والجيم خلاص الاوضه خلصت ويقدروا يستخدموها النهارده. طلعنا لاخر حاجه فوق هي جيم الاعضاء، الجيم ده مش جيم مسطح كبير جدا، في كل الاجهزه جايه من انجلترا. الشركه المنفذه كانت الاسبوع الماضي كانت في انجلترا هناك، والحاجه هتتشحن ان شاء الله باذن الله اول يناير ويتفتح ان شاء الله في القريب العاجل. هيبقى جيم هو بصراحه مش موجود في الافرع كلها، على اعلى مستوى احدث اجهزه وهو اضافه واعضاء شيخ زايد يستحقوا جيم بهذا المستوى. تمام. انا عايز انقل لك طبعا انا بحكم ان انا اولادي بيلعبوا سكواش ودخلت الاعضاء مبهورين بمجمع ملعب السكواش بجد، هو مش عشان الاهلي اللي عامله، هو فعلا حاجه تستحق ان الاهلي ومجلس اداره محمود فعلا عملوا تحفه فنيه ورياضيه. والمكان ده يمكن الناس كابتن ممكن بتكلم معاه، احنا خارجين في الجزء هنا قدام الصالات يعني مكان ملعب زجاجي، احنا دارسين على كده، يعني النادي الاهلي مستعد انه يستضيف بطوله سكواش دوليه، ملعب زجاجي بره للادوار النهائيه وملاعب الداخليه للادوار التمهيديه. كل حاجه الاهلي بصراحه بيعملها على احدث مستوى. انا عايز اقول الناس اللي بره النادي مبهورين بملعب السكواش النادي الاهلي اضافه للنادي. واما دخل كابتن محمود المجمع الصالات طبعا هو طبعا فتحه معانا قبل كده، لا الموضوع بقى بيكون فيه استخدام وبطولات مختلف، بتشوف انت ما فيش حد جاي بيقول لك اي حاجه سلبيه، كله جاي بيشكر، فدي طبعا مجلس اداره الاهلي يستحق. احنا الاهلي بصراحه يعني طلع منتج سواء صاله الكاراتيه او صاله الجمباز او ملعب مجمع ملعب سكواش، حاجه اضافه جميله جدا لاعضاء اهل الشيخ زايد. هو ده النادي الاهلي، يعني ده
هو ده النادي الاهلي، هو عودنا على كده. ربنا يخليكم، ربنا يخليكم، نورتونا في الف شكر. شكرا. زي ما حضراتكم شفتوا انجاز كبير جدا فرع التجمع الخامس الوليد الرابع للنادي الاهلي. زي ما حضراتكم شفتوا كلام المهندس حسن علي كامل عن الفرع وعن متابعه كابتن محمود الخطيب الدوريه لهذا الفرع، حقيقه حاجه يعني تدعو كل اهلاوي للفخر. اعضاء الجمعيه العموميه هيشوفوا حاجه فعلا هيفرحوا بيها جدا، واعضاء فرع التجمع الخامس كمان اللي هيكون بدايتهم خلاص قربت جدا، يعني قربنا قوي من الافتتاح الحمد لله، وكل حاجه على اعلى مستوى سواء الخدمات او المباني او حتى اكاديميات النادي الاهلي هتكون على اعلى مستوى حقيقي. يعني انا منتظر ان الفرع ده يبقى حاجه تانية خالص، حاجه ما حصلتش قبل كده في تاريخ الانشاءات الرياضيه. وبعد الفاصل هيكون معانا اخبار كتير جدا، لكن فاصل صغير ونرجع لحضراتكم مره اخرى. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نستكمل اخبار نادينا، اخبار النادي الاهلي. ختام فعاليات بطوله الاهلي المفتوحه للسكواش النهارده كان في جوله تفقديه للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. الجوله دي كانت لفرع الشيخ زايد ولبطوله الاهلي المفتوحه للسكواش اللي توج بيها طبعا منذ قليل نجم النادي الاهلي مصطفى عسل على حساب ابراهيم اباني، وطبعا الاثنين من اولاد النادي طبعا في بطوله عموم الرجال، الاثنين اولادنا اولاد النادي الاهلي. انطلقت البطوله دي يوم الاحد الماضي على ملاعب فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد بمشاركه 25 نادي وهيئه رياضيه. هنروح دلوقتي بقى لقاء مع زميلتنا هنا ابو القاسم مع مصطفى عسل المتوج ببطوله. اتفضلي يا هنا. مرحبا بيك يا عبد الرحمن وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ومن داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد بنقل لكم كل الأمور المتعلقة ببطولة الأهلي المفتوحة للسكواش. ومعي بقى في هذه اللحظات بطل النادي الأهلي طبعا اللاعب مصطفى عسل والحاصل على المركز الأول في البطولة. بداية طبعا برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي وبقول لك ألف مبروك، يعني كالعادة حاصل على المركز الأول. الله يبارك فيكي، دايما في ظهرنا كده، ومبسوط بيه ان انتوا موجودين النهارده، والحمد لله الواحد قدر يحقق البطولة دي. عايزين نتكلم بقى عن اجواء الفاينل، خصوصا طبعا كان ليها اجواء خاصه بتنافس زميلك في النادي الاهلي ابراهيم الاباني، فلقيت ده ازاي؟ وكلمنا بقى عن الفاينل. لا طبعا، يعني يمكن انا كنت لسه راجع من هونج كونج بقالي ما كملش 24 ساعه، بس بشكر طبعا الجهاز الفني والجهاز كله الاداري والطبي، يعني ان هم قدروا ان انا العب الماتشات وكده. طبعا كان في فرق توقيت وكده، بس الحمد لله اتظبط الماتشات بتاعتي، وطبعا كنت بلعب برده مع ناس من النادي الاهلي فقدروا يعني يتفهموا ده، ولعبنا الماتشات متاخر شويه. فلعبت مع ابراهيم النهارده الحمد لله ماتش فاينل. ابراهيم يمكن زميلي في المنتخب واحنا صغيرين في الناشئين وكده، فماتش كان حلو الحمد لله، وهو بيلعب سكواش على اعلى مستوى، والحمد لله قدرنا نكسب النهارده. عايزين نتكلم بقى عن بطوله هونج كونج، طبعا بنبارك لك عليها في الاول. عايزين نتكلم عن اجواء البطوله، ويعني تحقق المركز الاول، ويمكن مصر دايما متفوقه في لعبه السكواش. والله الحمد لله البطوله كانت صعبه قوي الاخيره دي، ويمكن انا كنت انا المصري الوحيد اللي في السيمي فاينل، كان الثلاثه اللي معايا اجانب، وكان ضغط كبير عليا قوي، والموضوع كان صعب. يعني كنت تقريبا بلعب في السيمي فاينل مصنف رقم واحد بول كول، فالموضوع كان صعب، بس الحمد لله بفضل ربنا والدعم الكبير اللي بشوفه من مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب وكابتن خالد مرتجي، دعم على اعلى مستوى، وطبعا جمهور الاهلي مش يعني دايما في ظهري، دايما لما بكون حتى خلص ماتش 3-2 مثلا في 120 دقيقه او حاجه زي كده، الماتش اللي بعديه ببقى تعبان جدا، بس دايما بيقعدوا يحفزوني، ودايما عندهم الروح العاليه دي، والحمد لله على البطوله. يعني جماهير النادي الاهلي دايما بتحب تكون متابعاك طبعا، فعايزين نعرف بقى عندك ايه الفتره الجايه، خصوصا ان احنا عارفين انت بتنافس على جميع البطولات. ان شاء الله يعني عندي راحه شهر كده، وبعد كده ان شاء الله تبدا بطوله كبيره في امريكا اسمها بطوله تي يو سي، بطوله كبيره جدا في محطه القطر هناك في السنترال بتاع نيويورك. والله الشهر الجاي ده مهم جدا 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 بالنسبه لي، ان انا ان شاء الله كمان اسبوعين هبقى نمره 2 على العالم، وان شاء الله يعني بنافس على نمره 1 على العالم، فرق بسيط جدا بين نمره 1، ف اتمنى يعني ما افكرش فيها كتير، وان شاء الله بفضل ربنا والجماهير اللي مساعداني في كل حته ان شاء الله في شهر 1 نفرحهم ونمره 1 على العالم. احنا واثقين انت تقدر تحقق ده. في النهايه عايزينك توجه رساله لكل مشجعي وجماهير النادي الاهلي وطبعا مصر كلها. لا طبعا يعني شكرا على السبورت الجميل ده، دايما معايا في كل حته، ويعني زي ما قلت لك البطوله الاخيره ما كنتش قادر فعلا، وكنت خلاص بخسر عامه، في كنت يعني 2-0 10 9 نقطه المباراه وخلاص يعني، بس دايما دي الروح اللي اتعودت عليها جوه في النادي الاهلي، يعني الروح دي صعب تلاقيها في اي حته ثانيه بره، وكمان علاقتي مع الجماهير يعني علاقه حب لا تنتهي، فبشكرهم جدا، وان شاء الله اوعدهم بنمره 1 قريب ان شاء الله.
واحنا بقى جماهير النادي الاهلي بنشكرك وبنقول لك كالعاده مشرفنا والف مبروك مره ثانيه. شكرا جدا. شكرا شكرا ليك. شكرا. يعني طبعا ده كان لقائي مع نجم النادي الاهلي اللي دايما حقيقه مشرفنا ودايما في المركز الاول مصطفى عسل. خليني كمان بقى يا عبد الرحمن اقول لك ان النهارده الحقيقه كان يوم حافل بفرع الشيخ زايد. يعني شفنا كمان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي كان متواجد هنا في فرع النادي منذ الصباح، يعني تقريبا كان موجود الساعه 12 الظهر واخد بقى جوله داخل النادي، كان بيطمئن على كل الامور المتعلقه بالانشاءات واخر المستجدات في هذا الملف. يعني طبعا كعاده كل مجلس اعضاء، طبعا كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي هدفهم الاسمى هو ارضاء اعضاء النادي الاهلي وطبعا هم يقدموا لهم خدمه بتليق باسم النادي الاهلي. يعني تفقد طبعا لو هنتكلم بالتفصيل الباركينج الجديد وملاعب الاكاديميات والمبنى الاجتماعي الجديد، يعني حاجه الحقيقه مشرفه جدا وبتليق باسم النادي الاهلي. كمان بقى قبل ما اختم كلامي حابه اقول لك يا عبد الرحمن احنا سعداء جدا طبعا ان انت انضميت لاسره قناه النادي الاهلي. معاك طبعا لو عندك اي استفسارات والان العوده ليك مرة أخرى في الاستوديو. شكرا هنا أبو القاسم زميلتنا القديرة، يعني مجهود رائع من هنا طبعا ولقاء كان شيق جدا مع النجم مصطفى عسل. دلوقتي هنشوف مع بعض بقى على الشاشة معانا نتائج الأسبوع السابق في معظم ألعاب النادي الأهلي، يعني أو كل الألعاب الخاصة اللي لعبوا الأسبوع اللي فات. طبعا أبرز هذه النتائج هي فوز سيدات فريق الطايرة سيدات الذهب على نادي الزمالك 3-1، ده الفوز الأبرز. أدي النتائج هتكون معانا أهي، النتائج معانا على الشاشة، دي نتائج الأسبوع اللي فات. لكن طبعا أبرز هذه النتائج هي فوز سيدات الذهب على نادي الزمالك 3-1، ماتش متعودين عليه الحقيقة. يعني الماتش ده احنا متعودين عليه، ماتش الأهلي والزمالك احنا متعودين ان احنا بنفوز. سيدات الذهب في فريق الطايرة دايما هم الأوائل، دايما هم المنتصرين في كل البطولات اللي بيشاركوا فيها. كابتن حمدي الصافي معودنا على ان، او مش كابتن حمدي الصافي بس، على مدار الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي كلها الاهلي في الفولي هو رقم واحد سواء رجال او سيدات، لكن سيدات الذهب بيشاركوا في كل البطولات بياخدوها، ده العادي بتاع سيدات الذهب الحقيقه، يعني ان هم اي بطوله بيشاركوا فيها بيكونوا المركز الاول. لكن لقاء الزمالك ده كان ليه حسابات خاصه وكان ليه وضع خاص جدا لجمهور النادي الاهلي، وكان في احداث كبيره جدا حصلت خاصه بالنادي الاهلي قبل ما نبدا الدوري دوت، وخاصه بلاعيبه الاهلي اللي انتقلوا للزمالك. لكن ده لا يعنينا في شيء، احنا معانا واحد من نجوم النادي الاهلي على مدار تاريخ النادي الاهلي، كان كلاعب ومدرب احد ابرز نجوم النادي الاهلي في الكره الطائره، مدرب تقريبا ما بيخسرش بطولات، معظم البطولات اللي بيشارك فيها بيكون هو المركز الاول بالنادي الاهلي، اللهم لا حسد يعني ما بنحسدوش. كابتن حمدي الصافي اهلا وسهلا بيك في شاشه قناه النادي الاهلي من خلال 7 داي سبورت. اهلا استاذ عبد الرحمن، ازي حبيبي؟ اولا بهنيك بفوز الزمالك وبهنيك بالتعامل مع هذه المباراه الخاصه، يعني الفوز على الزمالك. يعني الحمد لله، والله مباراه كانت قويه جدا، يعني توقعناها كده لان انت عارف المباراه دي مرت ظروف كثيره قبليها، يعني طبعا على مدار الاستعداد فتره الاعداد للموسم الجديد احداث كثيره حصلت في فتره الاعداد وانتقالات لعيبه ودفع الناشئين جدد وحاجات كثيره حصلت، بس الحمد لله يعني فريق الطايره دايما بيثبت معدنه الاصيل بيثبت جدارته وان هو من ابرز الفرق في النادي الاهلي سواء على المستوى العربي او الافريقي. الحمد لله. الحمد لله دايما انت معودنا على ده من فرقه الفولي، ودايما انت الاول في كل البطولات اللي بتخشها. يمكن ثقتك الكبيره في بنات الاهلي وثقتك الكبيره في الناشئات اللي انت طلعتهم وتعاملك معاهم، انت الشوط الاولاني خسر النادي الاهلي 1-0، قدرت ترجع للمباراه تاني ازاي وهيأت لعبتك تاني ازاي ان هم يرجعوا كالعاده يعني ويفوزوا بالمباراه 3-1؟ لا انا الحقيقه كنت حاسس من في التدريبات طبعا اللعيبه عليها ضغوط كبيره، مجلس الاداره كله مهتم جدا بالمباراه دي، جماهير الاهلي على طول بتتصل باللعيبه بتتواصل مع اللعيبه عبر السوشيال ميديا وكده ان المباراه دي محتاجينها مباراه مهمه جدا وان احنا النادي الاهلي وكده بعد الظروف اللي حصلت، فطبعا كانت عملت ضغوط كثيره على اللعيبه، فكنت متوقع ان احنا ممكن في اول المباراه يبقى في شويه ضغوط على اللعيبه ما يبقاش مأثر على ادائهم شويه، بالاضافه طبعا فريق الزمالك كان موفق جدا في الشوط الاول، بس الحمد لله قدرنا واحده واحده توجيهات للعيبه وهدوء للعيبه ان هم يهدوا وان هم هيرجعوا في المباراه، والحمد لله قدرنا واحده واحده بعد الشوط الثاني رجعنا الحمد لله في الثالث والرابع كمان كسبناهم، يعني كنا مبسوطين فيهم جدا يعني الحمد لله.
طيب احنا من اول ما تابعنا كره الطايره واحنا شايفين بنات الاهلي على منصات التتويج في كل البطولات، شايف الدوري السنه دي ازاي؟ انا شايف ان الحمد لله مباراه الزمالك عدت كالعاده يعني بالفوز، انت شايف بقى الدوري السنه دي واحنا عندنا كمان الاسبوع اللي جاي ده الزمالك، شايفه ازاي وشايف المنافسات ازاي في الدوري السنه دي؟ الدوري السنه دي هيبقى دوري قوي، دوري صعب، فريق الزمالك دعم نفسه يعني ب 10 لعيبه تقريبا غير المحترفين. فريق سبورتنج مدعم بمحترفه، فريق الزد عنده شباب كويسين جدا. لا الدوري السنه دي دوري قوي وهتبقى المنافسه فيه عاليه جدا، خاصه مباريات الاهلي والزمالك على مدار السيزون هتبقى مباريات قويه يعني. طيب انت صعدت نشئات ورفعوا راسك طبعا، المواهب القادمه في النادي الاهلي في رايك هيضيفوا وان هم يستمروا في طريقه احتكار البطولات للنادي الاهلي كما تعودنا يعني؟ الحمد لله عندنا قطاع نشئات كويس جدا، احنا طلعنا جزء وفي جزء لسه برضه بيتمرن معانا بس ما شاركش، وفي جزء لسه ما صعدش. الحقيقه طبعا كلهم عناصر مبشره بس بينقصهم خبرات كثيره، طبعا انت عارف الخبرات دي ما بتتخش في يوم ولا اثنين، دي بتبقى على مدار مواسم كثيره. فطبعا احنا على قد ما بنقدر اللي نقدر نزقه ونفيد الفريق وبندي على قد ما نقدر في الماتشات اللي هي في التمهيديه دي خبرات لبعض اللاعبات، وان شاء الله باذن الله يعني على مدار السيزون هنشوف كذا وجه جديد ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن حمدي الصافي على المداخله دي ومبروك، ودايما موفقين كالعاده فريق كره الطائره سيدات. ودي كانت مداخلتنا مع الكابتن حمدي الصافي اللي هنيناه فيها عن فوزه على فريق الزمالك سيدات الذهب كالعاده، يعني ده ماتش متعودين عليه يعني من بدري، واحنا العادي بتاع النادي الاهلي انه بينتصر على كل الانديه في الفولي صراحه رجال وسيدات. هنطلع فاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا في 7 داي سبورت، انتظرونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نروح بقى لاخبار كاس العالم، تحديدا هنبدا من المغرب. المنتخب المغربي بكل المقاييس عامل معجزه كرويه، لكن المنتخب المغرب ده مش هو الاساس، الاساس المنظومه الكرويه المغربيه بالكامل. ازاي؟ هفهم حضراتكم. في الاساس المنتخب المغربي جهز شباب المغرب وجهز لاعبين المغرب من خلال اكاديميات كتير جدا اتعملت في المغرب، وكان ليها صدى كبير جدا ان اللعيبه دي انتشرت وبقى ليها وجود في الدوري المغربي وبقى في نادي خاص بالاكاديميات كمان. مش كده وبس، ده اهتم اكتر بالعنصر البشري اللي بيدرب اللعيبه دي بالمدربين، وبقى في عندنا المدرب المغربي اللي بقى له قيمه كبيره جدا في الوطن العربي وافريقيا. عملوا لهم في المغرب طبعا، يعني برضو شوف بقى قوه الاتحاد المغربي، الدورات التدريبيه بقت في المغرب. الدورات التدريبيه الخاصه بشهاده الكلاس A اللي ما ينفعش تشتغل او تدرب في كاس العالم او في اي بطوله عالميه غير لما تكون معاك، اتعملت في المغرب. كان الوحيد اللي حاضر من مصر جنوب افريقي ممثل النادي الاهلي هو بيتسو موسيماني، ما كانش فيه ولا مدرب مصري، لكن المدربين المغربيين عفوا كلهم حضروا وبقى كلهم معاهم المؤهل ده اللي يخليهم يشتغلوا في اي حته في العالم دلوقتي. لكن وليد الركراكي ده نتاج ايه؟ نتاج ان واحد خد الدعم من الاتحاد المغربي وخد الدعم من النادي اللي كان فيه الوداد المغربي اللي انتصر على النادي الاهلي. انا يعني واحنا بنتفرج احنا شايفين ان احنا مظلومين ان احنا ما عرفناش نجيب الماتش على ارضنا، هم عندهم رئيس اتحاد قوي فوزي لقجع، رئيس اتحاد قوي جدا قدر يجيب المباراه في المغرب، قدر يدعمهم، قدر يجيب مباراه بحضور جماهيري كبير جدا، قدر يطلع مدرب بقى مهيئ لان هو يكون مدرب المغرب في كاس العالم. ده مش شويه، ده شغل، ده مجهود كبير جدا، ده نتاج ما فعله المنظومه الرياضيه بالكامل في المغرب. المغرب هيئت كل العناصر بتاعتها كلها انها تنتصر في اول مبارياتها في كاس العالم وما تخسرش في الادوار التمهيديه وتبقى اقوى خط دفاع. المغرب داخل فيها جون واحد جابوه في نفسهم يا جماعه، انت متخيل المعجزه الكرويه دي مش من فراغ. المعجزه دي تم فعلا التحضير ليها من قبل بطوله افريقيا. خلي بالك ان مصر هي اللي خرجت المغرب من بطوله افريقيا، يعني انت بالامور الفنيه والمعطيات الفنيه المنتخب المصري يقدر يتفوق على المنتخب المغربي. طبعا المغرب شرفت العرب كلهم، احنا الوقت كلنا مغاربه يعني كل العرب مغاربه لحد نهايه كاس العالم، وربنا يا رب يكرمهم ويوصلوا لنهائي كاس العالم كمان. احنا كل العرب بتدعم المنتخب المغربي بكل الطرق جماهيريا وفنيا واعلاميا وكل حاجه، لكن المنظومه المغربيه دي لابد ان تعمم في الوطن العربي. لازم نتفرج ونشوف وندرس الناس دي عملت ايه عشان توصل للي هي وصلت له ده. لازم نشوف المنظومه دي اشتغلت على نفسها ازاي، طوروا العنصر البشري بتاعهم ازاي، ادوا فرص للاعبتهم ازاي. خلي بالك اللي كان ماسك المغرب خليلوفيتش ده كان مدرب قوي جدا وبيمشوه في وقت صعب، ليه؟ عشان خاطر يجهزوا مدربهم العربي المغربي المواطن انه يكون هو مدرب منتخب المغرب في كاس العالم. هنشوف دلوقتي بقى مع بعضينا كده تقرير عديناه لحضراتكم عن منتخب المغرب
هنشوف فرص المنتخب المغربي ونشوف تاريخ المنتخب المغربي من خلال التقرير. هنطلع نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. ورجعنا لحضراتكم بقى عشان نستقبل أحد أساطير الكرة التونسية، واحد من أبرز نجوم الكرة التونسية والعربية، واحد من أفضل المدربين اللي عندهم خبرات كبيرة ومحطات رائعة، نجح مع كل الأندية والمنتخبات اللي دربها، كان ليهم بصمة سواء مع الأندية أو المنتخبات، عنده خبرات في كأس العالم، هو مونديالي بالفعل كلاعب وكمدرب، درب منتخب تونس في النسخة السابقة لروسيا 2018، ودلوقتي متواجد في نادي الترجي، أحد كبار الأندية الأفريقية، كابتن نبيل معلول. وهنتشرف بكابتن نبيل معلول، اهلا وسهلا بحضرتك كابتن. اهلا بك، اهلا وسهلا بك عبد الرحمن وكل مشاهدي قناه الاهلي وكل اهلاويه. في البدايه خليني اسالك الاول عن تالق منتخب المغرب مع مدرب عربي كابتن وليد الركراكي المغربي الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم، والله يستاهلوا اخواننا المغاربه، يعني عملوا مسيره متميزه جدا بصراحة، رغم وجودهم في مجموعة صعبة، لكن المنتخب المغربي أظهر أنه يعني المنتخبات العربية قادرة أنها تمشي لبعيد، قادرة تتأهل الأدوار الثانية، وقادرة أنها تتأهل الأدوار ربع النهائي من كأس العالم. صحيح أن المنتخب المغربي يعني يمتلك في صفوفه لاعبين على مستوى عالي جدا، وهذا اللي يعمل الفارق أظن أنا في كأس عالم ولا في بطولة إفريقية، هو أنه اللاعبين بتاعك يكونوا موجودين في فرق أوروبية، يعني تلعب دائما الأدوار الأولى، لما يكونوا عندك لاعبين موجودين في الليغا الإسبانية ولا في البريمير ليج ولا في الدوري الإيطالي، يعني دائما كل أسبوع يلعبوا مباريات على مستوى عالي، ما يكونوا إلا جاهزين ومتعودين بالليفل العالي في كرة القدم. ماذاك علاش ما تفاجئناش بالمستوى اللي يظهروا عليه اللاعبين المغاربة؟ يعني برافو نقول لإخواننا المغاربة، لأنه شرفونا شرفوا كل العرب وقدموا كأس عالم على مستوى عالي جدا. طيب كابتن نبيل، أنا لسه كنت بتكلم عن المنظومة المغربية بالكامل، سواء من رئيس الاتحاد المغربي اللي بقوته قدر مثلا ينقل المباراة النهائية في كأس أفريقيا إلى المغرب، وقدر يطور المدربين المغاربة بإقامة دورات تدريبية في المغرب، وقدر أنه هو كمان يطور المنتخب ويجهز منتخب مغربي بمدرب عربي مغربي. هل المنظومة دي بالكامل تقدر أنها تتواصل للنهائي الكاس العالم، وأن وليد الركراكي يفوز على البرتغال في اللقاء القادم؟ هي بدون أدنى شك أنه كل شيء جايز، معناها المنتخب المغربي بالمستوى والمردود الجيد اللي أظهره بالحنكة اللي أظهرها وليد، بدون أدنى شك أنه قادر. مباراة البرتغال بتكون مغايرة تماما على مباراة إسبانيا، مباراة المنتخب الإسباني يعني مش هو نفس المنتخب اللي عرفناه 2010 و2008 و2012 لما فاز بطولتين أوروبيتين وكأس عالم، يعني شاهدنا مردود وتراجع شوية نوعا ما. منتخب البرتغالي عنده أكثر حلول هجومية، شاهدنا أنه المنتخب المغربي يعني انتهز طريقة دفاعية، كان يلعب دفاع متأخر جدا، تقريبا يدافع في العشرين متر، وذيك الطريقة اللي كانت تتماشى مع إمكانيات اللاعبين بتاعه ومع المنافس اللي كان يلعب ضده. خليني نقول أنه مهمة مش تكون أصعب ضد المنتخب البرتغالي، لأنه ضد البرتغال عنده لاعبين مهاريين جدا، سواء في خط وسط الميدان أو في الخط الأمامي، قادرين باش يحطوا الفارق. يلزم يعني اللاعبين يكونوا يقظين ومركزين تيلة رادهات المباراة، لكن أنا أظن أن المنتخب المغربي قادر مثل ما تعدى المنتخب الإسباني، مش يلقى صعوبات أكثر ضد المنتخب البرتغالي، لكن قادر باش يتعداه بإذن الله ويشرفنا. طيب هكلم حضرتك عن المشاركة العربية عموما في كأس العالم، سواء المنتخب السعودي أو كمان المنتخب التونسي، وطبعا يعني مشاركة المنتخب القطري كانت هي الأضعف، لكن المنتخب السعودي مثلا عمل لقاء قوي جدا قدام الأرجنتين، المنتخب التونسي عمل لقاء قوي جدا قدام فرنسا، هل وجود كأس العالم على أرض قطر وأرض عربية ليه تأثير كبير للمنتخبات العربية؟ بدون أدنى شك، يعني الجماهير كانت مثل ما يقولوا مهمة جدا في بالنسبة للمنتخب التونسي وبالنسبة للمنتخب السعودي، لأن يعني التونسيين تقريبا كانوا يلعبوا أمام 30 أو 35 ألف مشجع تونسي، السعوديين نفس الشيء. هناك حسرة كبيرة بالنسبة للتونسيين وبالنسبة للسعوديين، لأن المنتخب السعودي لعب مباراة كبيرة ضد الأرجنتين، بعد المردود تراجع شوية في المباراة الثانية والثالثة، ممكن كان تركيز أكبر على مباراة الأرجنتين اللي موجود فيها ميسي، كانوا يظنوا أنه خلاص ترشح، يعني خلاص أصبح في الجيب يعني بالنسبة لهم هما، ما كانش هناك التركيز مثل تركيز مباراة الأرجنتين، المباراة اللي كانوا في حاجة فيها يصنعوا اللعب ويمشوا القدام يعني، لكن يعني كان
خليني نقول مشاركة أكثر من مشرفة، لأنه بجتازم منتخب أرجنتيني متأهل حاليا باش يلعب دور الربع نهائي، مش سهل بالنسبة للمنتخب السعودي اللي عمل تحضيرات كبيرة قبل كأس العالم. بالنسبة للمنتخب التونسي يعني مباراة فرنسا ومباراة الدنمارك كانت مباريات مثالية، لعبنا بطريقة اللي تتماشى مع إمكانياتنا ومع المنافس بتاعنا، لأنه يعني نعرف أن المنتخب الدنماركي كان فاز من فترة قصيرة على المنتخب الفرنسي مرتين وراء بعض، كنا متخوفين منه جدا لأنه كانت المباراة الأولى نجحنا في إيقاف يعني زحف المنتخب الدنماركي خاصة في القوة البدنية متاعه والثنائيات واللعب يعني بالكرات العرضية والكرات الثابتة، حسرة كبيرة خلينا نقول في مباراتنا ضد المنتخب الأسترالي، لأنه يعني كان بإمكاننا باش نغيروا الطريقة، يعني ما نلعبوش بنفس اللاعبين أو بنفس الطريقة اللي لعبنا بها المباراة الأولى ضد الدنمارك، لأنه مش نفس المنافس، مش نفس قوة المنافس، كنا في حاجة للاعبين ما عندهم مهارات أكثر، اللاعبين في خط وسط الميدان يمشيوا لقدام أكثر، يصنعوا اللعب أكثر، كنا حاجة في عمق أكثر في تلك المباراة، هذه الحسرة الوحيدة بالنسبة للمنتخب التونسي، لكن تعتبر يعني حصيلة إيجابية ومشرف جدا لقدم المنتخب التونسي في كأس العالم. طيب هي طبعا تونس شرفت العرب والمنتخبات العربية كلها شرفوا العرب في كأس العالم، لكن اختيارات المدرب في منتخب تونس، اختيار أربع حراس مرمى، انتوا عملت الماتش الفرنسي ماتش فرنسا كان ماتش ممتاز، لما اعتمد على اللاعب علي معلول أدوا أداء جيد، وجوده كان ممكن في الماتش بتاع أستراليا يكون يقوي أكتر الجهة الهجومية، اختيار أربع حراس في التشكيل أو في القائمة بتاعت منتخب تونس، هل ده كان في كأس عالم ممكن يكون ثلاث حراس يبقى أفضل من كده، يدي فرصة أكتر للاعب يكون موجود؟ والله شوف انا عارف تقريبا ليش المنتخب التونسي او جلال القادر يعني اختار اربع حراس، لانه في كاس العالم الماضي لو تتذكروا وسيبنا الحارس الاول والحارس الثاني واستدعينا حارس اخر رابع من تونس، لانه تقريبا لعبنا المباراه الثالثه، المباراه الاولى لعبناها بحارس من بعد اصيب معز حسن في مباراه الاولى ضد المنتخب الانجليزي أصيب وتخلى بن مصطفى، المباراة الثانية أصيب بن مصطفى، المباراة الثالثة لعبها البلبوني ولقينا نفسنا يعني مجبورين باش نجيبوا معز يعني باش يكمل المباراة الثالثة، ذاك علاش كان في تخوف تكون هناك إصابات، خاصة أنه فما حارسين من حراس يعني الأربعة اللي كانوا متواجدين ما كانش عندهم برشا يعني وقت لعب، ما كانش الدوري التونسي بدا متاخر شويه نوعا ما، ما كانش عندهم الريتم نتاع المباريات، كان المدرب يعني والاطار الفني متخوف من الاصابات ولا يصير له مثل ما صار يعني بالنسبه لسنه 2018. بالنسبه لك علاش قلت لك يعني هناك حسره كبيره بالنسبه لمباراه استراليا، لانه مباراه استراليا كنا في حاجه احنا للاسيست نتاع علي معلول، كنا في حاجه لتوغلات علي معلول، كنا في حاجه للتمركز علي معلول، كنا في حاجه للفكر الكروي التكتيكي نتاع علي معلول والكروسات نتاع علي معلول، هذاك علاش تغيير علي معلول وتغيير دراجن، المفروض كشريده كان يلعب في الجهه اليمنى، علي معلول يلعب في الجهه اليسرى ويدخل تكون هناك تغييرات معناها في خط وسط الميدان، يدخل محمد علي بن رمضان في خط وسط الميدان لانه اللاعب ممكن الوحيد في خط وسط الميدان مع فرجاني اللي قادر باش يوصل الكره للخط الامامي ويكون ممول معناها للواحد، وهبي الخزري ايضا كان يمكن يكون اساسي في تلك المباراه، يعني احنا الخطا نتاعنا اللي عملناه بين المباراه الاولى والثانيه ان خلينا على نفس التركيبه التكتيكيه وتقريبا على نفس اللاعبين مع تغيير واحد بين المباراه الاولى والثانية، وقت المباراة الثانية كان لازم يكون عندنا نفس هجومي أكثر. طبعا كفيت ووفيت يا كابتن نبيل. طب مش هينفع تكون معايا بقى وما اسألكش عن قرعة دوري أبطال أفريقيا اللي خلال أسبوع، إيه أمنياتك للمجموعة اللي يكون فيها الترجي بما إن الأهلي والترجي هم على قمة التصنيف الأفريقي، هم في التصنيف الأول، شايف القرعة إزاي؟ شايف فرص الترجي إزاي؟ وتتمنى إيه للترجي في القرعة أو في الجدول بتاع دور الثمانية؟ أربع أيام بس، احنا اليوم يوم 8 ما زال يوم 12 إن شاء الله، وهي تأخرت بشهر تقريبا، المفروض كانت يوم 16-11 تصير القرعة، شخصيا مش عارف ليش تأخرت، معناها القرعة ما تأثرش كثير لأنه كان في كأس العالم، ليش ما تأثر شوية نوعا ما على الانتدابات، لأنه تعرف احنا في نصف السيزون هناك فرق اللي مترشحة للدور المقبل دور المجموعات تحب تعمل انتدابات باش تقوي تشوف في نقاط قوتها نقاط ضعفها وتحاول باش تزيد في الرصيد البشري نتاعها، لانه تو باش ندخلوا في دور المجموعات هناك خمسه فرق معناها باش تكون على راس المجموعات، ترجي الاهلي الوداد والرجاء
معناها والزمالك مش يكونوا تقريبا على رأس المجموعات. الزمالك تصنيف تاني يا كابتن، الزمالك تصنيف تاني تصنيف مش تاني تصنيف أول. الزمالك صح، الزمالك تصنيف تاني صح، مش يكونوا يعني فرق كبيرة. يعني الأهلي والترجي ما ينفعش يكونوا في مجموعة واحدة، وبالتالي فرص الاثنين في إن هم يتقابلوا في مجموعة واحدة دي مستحيلة. لا، مستحيل. الأهلي والزمالك والوداد والرجاء مش باش يكونوا في مظبوط نفس المجموعة، هذا معناها مما متأكد منه. لكن هناك باش يكون هناك فرق موجودة في تصنيف ثاني، يعني هناك منتخب باش يلقى نفسه معناها مع فرق صعبة شوية نوعا ما. لكن ما أظنش، أنا حسب رأيي الشخصي عفوا، الفرق اللي باش تكون في الترتيب الأول تتعدى بإذن الله للدور الربع النهائي بدون ادنى شك، وبعدين الدور الربع النهائي مثل ما قاعدين نشوفه تو في كاس العالم تلقى موجودين خيرة الفرق اللي موجوده في افريقيا بدون ادنى شك. شكرا كابتن نبيل معلول المونديالي، كابتن نبيل معلول نورتنا على شاشه 7 دي سبورت في قناه النادي الاهلي، شكرا لحضرتك جدا. دي كانت حلقتنا النهارده واستمتعت بيها جدا مع حضراتكم، نتمنى نكون ضفنا ولو جزء بسيط من الاخبار ومن اللقاءات الحصرية على 7 دي سبورت في شاشة قناة النادي الأهلي، على أن نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. في الختام خير سلام.